على وقع هزائم ميليشيا الانقلاب شرق مدينة تعز، حقق الجيش الوطني انتصارات عدة في مناطق ريفية جنوب وغرب المحافظة، حيث قادت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة ضد مواقع لميليشيا الحوثي وصالح في مديرية الصلو وأخرى في منطقتي الضباب وتبيشعة. وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية سيطرت على مواقع عدة كانت تتمركز فيها الميليشيا، وأحرزت تقدما مهما في مديرية الصل ومنطقتي الأقروض والشقب بمديرية المسراخ جنوب المحافظة. المعارك الدائرة أسفرت عن سيطرة الجيش الوطني على قرية الشرف، والتي تعد وفق مصادر عسكرية آخر معاقل الميليشيا في مديرية الصلو، فيما أدت المواجهات المستمرة في منطقة الضباب لتكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة. قوات اللواء 35 مدرع عازمة، كما يقول العميد عدنان الحمادي قائد اللواء، على استمرار العملية العسكرية حتى تحرير جميع المديريات غرب وجنوب المحافظة. وتتزامن تلك المواجهات المحتدمة بين الشرعية والانقلاب في ريف تعز مع قصف مدفعي للجيش الوطني ضد تعزيزات للميليشيا قرب منطقتي الروس والزهاري شمال مدينة المخا بتعز. نجحت قوات الشرعية في نقل المعركة من شرق مدينة تعز إلى ريفها في الوقت الذي ما زالت فيه المواجهات مستمرة من أجل استكمال معركة تحرير المدينة التي بدأت منتصف مايو الماضي. Thank you.